الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك ولا ريب أن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. نعم. ومرحلة الشباب هي أخطر المراحل على الإطلاق. ما شاء الله. وأمة لا تحترم شيوخها محكوم عليها بالفشل. وأمة لا تقدر شبابها محكوم عليها بالفشل أيضا. بل لابد أن نقدر شيوخنا وألا نحقر شبابنا. وما أحوج الأمة الآن في هذه المرحلة الحرجة ألا أن تعطي الشباب المكانة بتوجيه من الشيوخ، بتوجيه من الآباء، بتوجيه من الحكماء والعلماء. فلا ينبغي أن يستقل الشباب في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الفتن بآرائهم وبأحكامهم، لأن الحماس وحده لا يكفي، ولأن الإخلاص وحده كذلك لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والأمة بفضل الله جل وعلا لا تخلو من الربانيين، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. يعني لو طولت اكبر مسافة ممكن تبقى شهرين، وبعد كده الاقي نفسي كسلان، و يعني نفسي ان انا اثبت على الهداية كده على طول ومش عارف كسلان. يعني بتسيب الصلاة بكسل كده، مش عارف، ممكن يفوت عليا وقت ابقى نايم مثلا يضيع عليا وقتين ورا بعض. لا نفسي اعرف يعني ازاي اثبت على الهداية على طول، وعلى شرط اول ما ربنا بيهديني بحس ان انا عزيمتي قوية وعاوز احفظ القرآن وكده هو، وبعد كده ارجع انتكس تاني. فنفسي ان شفاك الله وعافاك يا شيخ. الاخ اللي بيسأل برضو بيشتكي مسألة التزام بالصلاة بالطاعات، يكسل انه يصلي. طبعا دي مسألة غير متصورة. الصلاة هي الفارق بين الاسلام والكفر. مفيش حد اسمه يكسل في الصلاة أبدا أبدا. الصلاة لا تسقط إلا بالجنون. يا مجنون يا نايم. طبعا النائم ده عذر مؤقت، أول ما بيصحى بيصلي. المجنون إذا كان الجنون بتاعه متصل تسقط من عليه الصلاة. إذا كان الجنون بتاعه أحيانا بيروح ويفيق يلزم أن يصلي. فطبعا أنا عايز بس الأخ ما يتصورش السائل أن ترك الصلاة دي مسألة بسيطة ولا هينة. لا، حتى لو مش مستطعم الصلاة قوم صلي ولا تترك الصلاة. طبعا
يستعان على الالتزام بأشياء من أهمها الصحبة، الصحبة الصالحة الإيجابية. لأن الصحبة على ثلاث أنواع: طرفان ووسط. في صحبة إيجابية، في صحبة سلبية، هذه طرفانهم. وسط صحبة بقى طيبة، لك لا بتهش ولا بتنش، صاحب إيجابي تشعر به أنك أنت كل ما تلتقي به بترتقي لفوق، وفي واحد سلبي يشدك لتحت، وفي واحد لا بيش ولا بيش، طيب صحيح لكن ما بيعملش حاجة، تقابله زي ما تقابلوش. فعشان كده يعني بنقول الصحبة السلبية تنفيها تماما، الصحبة اللي بتشيش ولا بتنش دي ماشي الحال، لما يفضلوا معاك خير من جليس السوء، لكن لابد أن تبحث عن الصحبة الإيجابية. لما تسمع أن في درس أو خطبة جمعة من حد من الشيوخ يأثر فيك، يعلي من همتك، سافر له لو مش في بلد، إن قلبك يستحق أن تجوب الأرض تطلب عافيته. تعال تعمل إيه؟ أنت لو بتحب تفسح تروح مارينا ولا تروح أي ساحل الشمالي ولا أي حاجة، أنت بتنطلق، قلبك يستحق أكثر من هذا. مجالس العلم، الأذكار الموظفة كالصباح والمساء والكلام ده كله، وده طبعا مش هتقدر تثبت على المسألة دي إلا إذا كان في صحبة إيجابية ترفعك إلى فوق. فأسأل الله عز وجل أن يقيض لك من الصحبة الصالحة من الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.